احتفلت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتخريج الدفعة الثانية من متدربات البرامج التأهيلية للتخصصات الصحية، والتي يبلغ عددهن أكثر من 500 خريجة. المشكلة أنه البكالوريوس العلوم لا يؤهل للمهارات يعني الحياتية أو الطبية أو الصحية لممارسة هذه المهنة بالضبط، فيوجد هناك فجوة ما بين المعلومات اللي اكتسبوها في الجامعة وما بين الحاجة لسوق العمل. فالبرنامج هذا يجسر هذه الفجوة. الحمد لله اليوم تخرج 500 أو أكثر من 500 خريجة بمجمل البرنامج خلال عام واحد، أكثر من 1075 خريجة من خريجات كليات العلوم تم تأهيلهن إلى تخصصات التعقيم الطبي ومكافحة العدوى وتخصص سحب الدم. هناك تخصصات إن شاء الله أخرى قادمة، وهناك أيضا دفعات متتالية سيتم قبولهن في هذا البرنامج. بثلاث تخصصات قدمتها البرامج التأهيلية لتطوير المهارات المهنية والتخصصية في التعقيم الطبي وسحب الدم ومكافحة العدوى. احنا تخرجنا من برامج تأهيل خريجات كلية العلوم. انا تخرجت من برنامج الوطني لمكافحة العدوى، كان جدا اكثر من رائع، مدته سنة. تدربت فيها في مستشفى العسكري الرياض تحت كادر طبي جدا اكثر من رائع، استشاريين، ممارسين صحيين، نيرسز، كل احد، يعني كان جدا اكثر من رائع. شوف كليات العلوم انا اشوف قبل سنوات كان في اكتفاء، يعني في تكدس الوظائف، بس الان مع برنامج اعاده التاهيل كليات العلوم فتح لنا باب وفرصه مره كبيره. يعني انا خلصت الدبلوم اشوف عروض وظائف مره حلوه برواتب جدا جميله، يعني انا اقعد اختار صراحه، يعني الله يكتب لنا والجميع الخير يا رب العالمين. يسهمون في حماية وتعزيز الصحة بقيادتهم كممارسين صحيين، يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة ولخدمة هذا الوطن المعطاء. مهند المالكي، الرياض.